основных региональных организациях Африки. Приветствую также руководителей исполнительных органов этих объединений. Вы представляете весь спектр действующих на континенте организаций и структур: Африканский союз, Афросоюз, новое партнерство в интересах развития Африки, Восточно-африканское сообщество, Союз арабского Магриба, общий рынок Восточной и Южной Африки, межправительственную организацию по развитию, экономическое сообщество государств Центральной Африки, экономическое сообщество западноафриканских стран и Африканский экспортно-импортный банк. Это весьма солидный, говорящий сам за себя список. صادية لدول إفريقية وبنك التصدير وصادرات الإفريقية. إن فيما يتعلق بروسيا فإن بلدنا يشارك بشكل فعال في المشاريع التكاملية الإقليمية التي تتحقق في أوراسيا، وأهم هذه المؤسسات هو الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تشارك فيه روسيا إلى جانب دول الجوار الصديقة، وهذا الاتحاد يهدف لتشكيل أسواق موحدة. لذلك فإننا نعتبر أنه من الأهم أن نناقش آفاق التعاون بين الاتحاد الأوراسي والمؤسسات الإفريقية التكاملية، وبالدرجة الأولى الاتحاد الإفريقي، حيث في إطاره تتطور عمليات مماثلة، وتم إنشاء منطقة إفريقية للتجارة الحرة، وسيتكلم بهذا السبب السيد ميخائيل ميسنيكوفيتش. وبين هذه المنظمات الاتحاد الإفريقي هو الشريك الأساسي لروسيا، ونحن نؤيد النشاط المتعدد الجوانب لهذه المؤسسة. واليوم ستتم الموافقة على خطة العمل الإفريقية الروسية المشتركة لسنة 2026. هذه الوثيقة الشاملة يتم تبنيها تطويرا لمذكرة التفاهم بين حكومة روسيا الاتحادية ومفوضية الاتحاد الإفريقي عن التعاون وبحلول 2019، ويقتضي بتكثيف الاتصالات لتسوية الأزمات وبناء تدابير الأمن. ومن المهم إضافة الآليات المتاحة لنا للتعاون روسي إفريقي، ويمكن أن نعمل ذلك من خلال خلق آلية تفاوضية لإجراء الحوار الإضافية لمناقشة القضايا الآنية مثل مكافحة الإرهاب، قضايا الأمن الغذائي والأمن المعلوماتي وإيكولوجي. وبطبيعة الحال أريد أن أشير إلى أن روسيا تدعم إشراك الاتحاد الإفريقي بصفة العضو الكامل في نشاط مجموعة العشرين، فنحن نعول على هذا القرار سيتم تبنيه بما في ذلك بمساعدتنا في أثناء القمة المرتقبة في مدينة ديلي لمجموعة العشرين. فهذا القرار يعاكس وسيجسد الدور المتزايد للقارة الإفريقية في الشؤون الدولية، ونحن طبعا مستعدين لإقامة التعاون وتطويره مع المؤسسات الإقليمية الإفريقية والمنظمات الأخرى المتمثلة في اجتماعنا. نحن ندعم التنسيق في السياسات الخارجية الوثيق في التعاون من أجل مكافحة التحديات وتهديدات القائمة بما في ذلك الإرهاب والتطرف والإجرام المنظم، ونحن طبعا ندعم الاتصالات الاقتصادية والمبادرات الاقتصادية والعمل المشترك فيما يخص التنمية. نحن متأكدون من أن الشراكة متعددة الأوجه، وهي إضافة جيدة للاتصالات الثنائية، ستصب في تعزيز التعاون مع الأصدقاء الأفارقة وتصب في مصلحة المصالح الإفريقية والروسية، وتعمل على ازدهار وتنمية.
وفي أثناء إفطار عامل سنستمع إلى كلمات لقادة المؤسسات والمنظمات الإقليمية الإفريقية، ونحن نعول على مناقشاتنا ومقابلاتنا ستكون مثمرة جدا. والآن أنقل الكلمة إلى معالي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي سيد موسى فاكي محمد. شكرا لكم على انتباهكم. يا فخامة الرئيس سيد فلاديمير بوتين، أيها سادة قادة الدول ورؤساء المنظمات الإقليمية الاقتصادية، أود من طرفنا نحن أن نشكر فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تنظيم هذا الاجتماع الذي أتى في وقته مع الممثلين على المنظمات الإفريقية في إطار قمة روسيا إفريقيا في أكتوبر 2019. تم التوقيع على مذكرة التفاهم مع وزير الخارجية الروسي عن الشراكة بيننا، فهذه الوثيقة تدل على السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية. وبصرف النظر عن جائحة كورونا، نحن استمرنا في تبادل الآراء، تبادل الوثائق والمراسلة كتابية مع الخارجية الروسية كي ندقق بنود هذه الاتفاقية والمذاكرة. فأعتقد بأن قمتنا اليوم ستمكننا من تدقيق بعض النواحي وأن نعدل خطة العمل المشتركة لفترة حتى 2026. لدينا في الاتحاد الإفريقي اللجنة الاقتصادية المفوضية الاقتصادية الإفريقية التي تعمل في أرجاء القارة، وثماني مؤسسات إقليمية التي تعتمد عليها هيكلة الاتحاد الإفريقي. فتبنى الاتحاد الإفريقي خطة عمل لسنة 2063 من أجل التنمية وتدعيم الرفاهية. الآن نحن نعمل جنبا إلى جانب مع المؤسسات الإقليمية، لأننا على يقين من أن بالطريقة الانفرادية لا يمكن تحقيق كل شيء. فخامة الرئيس، دولتكم دليل جيد، لأن روسيا كانت إمبراطورية في السابق، بعد ذلك كان هناك الاتحاد السوفيتي، فاليوم هنا روسيا الاتحادية. هذه هيئة موحدة، إيديولوجية موحدة، مثل ما 60 سنة قبل 60 سنة تم تشكيل المنظمة عامة أفريقيا. فالآن هناك الاتحاد الإفريقي الذي يشمل 55 دولة إفريقية. وعن القضايا، فلدينا القوى العاملة جبارة، حتى بصرف النظر عن المشاكل المرتبطة بعبودية والاستعمار، لدينا الفرص اليوم. ومن المهم أنه لدينا في الاتحاد الإفريقي يتم الاستفادة من القوى العاملة والمصادر بشكل جيد من أجل التنمية، ونحتاج في هذا السياق إلى الشراكات والعمل المشترك التي تصب في مصلحة الدول الإفريقية وشركائنا. فاليوم في الصباح قال فخامة الرئيس الروسي أن علاقة بين روسيا وإفريقيا، وسابقا بين الاتحاد السوفيتي وإفريقيا، كانت هذه العلاقة مطورة جدا، لأن الاتحاد السوفيتي دعم في وقت نضال إفريقيا ضد الاستعمار وتلقى تدريب آلاف الكوادر والكفاءات إفريقية في الاتحاد السوفيتي. لذلك لدينا أسس وقاعدة جيدة يمكن أن نبني عليها الشراكة الجديدة والنوعية. وقبل كل شيء أشير إلى البنية التحتية، فهنا فخامة الرئيس
جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي على هذه الطاولة، هو كان يعمل كثيرا في هذا المجال، لأنه إفريقيا 30 مليون كيلومتر مربع، مساحة شاسعة، ولكن نحن نفتقر إلى مطارات، إلى السكك الحديد. اليوم نحن شكلنا أكبر منطقة تجارية في العالم، لكن علينا أيضا أن نوصل البلدان بين بعضنا البعض كي نستفيد بشكل جيد من الموارد والمصادر المتاحة لنا. فالمشروع الأكبر في قارتنا هو البنية التحتية والطاقة، هذين شرطين ضروريين للتنمية. فروسيا هي دولة صناعية ذات خبرة جيدة في مجال الطاقة والسكك الحديد والطرق السريعة. فشراكتنا اليوم لم تصل إلى المستوى الذي يجدر به التعاون بين روسيا وأفريقيا. نحن نسعى إلى المزيد، ولا يدور الحديث فقط عن تقديم الدعم. اليوم نحتاج إلى الاستثمارات، إلى الاهتمام المشترك والمتبادل. أتوقع أنه كافة قادة لدول الأفريقية مستعدون للتعاون والتعامل، رسم الخطة المشتركة التي تنفذ وفق الجداول المحدودة في مجال الزراعة والأمن الغذائي. نحن تحدثنا كثيرا عن ذلك، ف60% من الأراضي غير المستغلة الزراعية هنا في أفريقيا، غابات وإلى آخر ذلك، ولكن نحن لا نؤمن المنتجات الغذائية الكافية لنا. فلذلك نريد ليس فقط الاستيراد، ولكن نقل وتوطين التكنولوجيا إلى إفريقيا. فهناك تكنولوجيات مختلفة، فمجالات التي هناك فرص واعدة وقائمة لإقامة التعاون. أما القوى العاملة فقد تحدثت عن التعليم والصحة، شكرا لكم على أنكم تطرقتم إلى هذا الموضوع، وخاصة تدريب الكفاءات والكوادر. أنا قلت مع السيد لافروف في 2021 في الخريف عندما زرت روسيا، لأنه كثير من المتخصصين في مجال الفيزياء والرياضيات تلقوا علوما في الجامعات الروسية، هم تلاميذ أساتذة الروس. فلا يمكن أن يكون هناك مهندس محنك بدون معرفة الرياضيات والفيزياء. لذلك تدريب وإعداد المعلمين موضوع ومجال ذي أهمية أيضا. فيما يخص الأمن، فاليوم إفريقيا أصبحت مكانا لصراع بين المتطرفين والمتشددين في منطقة الساحل، قرن الإفريقي، منطقة وسط البحيرات، حتى في موزمبيق هناك هجمات للمنظمات الإرهابية. كل هذا تحدي وتهديد. لذلك علينا أن نعزز جهودنا المشتركة. كل واحد يتحدث عن الكتائب الإفريقية في جنوب وشرق، ولكن علينا زيادة وتقوية أهبة استعدادها. في خلال 60 سنة الماضية هناك بعثات للأمم المتحدة التي تعمل في إفريقيا، ولكن هذا ليس أمر مريح لنا، ولكن المسألة لا تزال عالقة. لذلك بمساعدة أصدقائنا وجهودنا نحن نحاول أن نحل المشاكل في مجال الأمن. فأتوقع بأن روسيا تستطيع أن تلعب دورا مهما في هذا السياق. ها هو الأبعاد الذي أود أن تتطرق إليها في السياق تعاوننا، فأتوقع أن كل واحد سيدلي بصوته أيضا.
شكرا جزيلا. أنا دائما أستمع باهتمام شديد إلى السيد باكي وهو يتطرق بشكل ماهر إلى مختلف المواضيع. الآن أنا قدمت لكم زميلي وهو رئيس الهيئة الاقتصادية الروسية سيد ميخائيل ميسنيكوفيتش، فخامة الرئيس الروسي، أصحاب الفخامة. أود أن أشكر بداية على تنظيم القمة الروسية الإفريقية والمنتدى الروسي الإفريقي الثاني، وهذه الفعالية مهمة للغاية. ما الذي أريد الإشارة إليه؟ أولا، الأوراسيا والاتحادات والهيئات التكاملية في إفريقيا لها توجهات مماثلة فيما يتعلق بالعمليات التكاملية، وهذا الأمر في غاية الأهمية لأنه مسجل في وثائقنا البرنامجية استراتيجية التنمية حتى عام 2025 وتنمية إفريقيا حتى 2063. فالوحدة الداخلية والقدرة التنافسية للدول أمر في غاية الأهمية، ولتحقيق هذه الأهداف يضمن في اتحادنا الاقتصادي الأوراسي حرية تنقل البضائع و اليد العاملة. والرئيس الروسي تقدم باقتراح بشأن إضافة الحرية الخامسة وهي حرية المعرفة، وهذا الأمر واقعي تماما. عدة كلمات باختصار عن اتحادنا الاقتصادي الأوراسي، وهو يتطور بنجاح رغم الظروف الصعبة، إلا أن هناك رقم قياسي للتصدير وكذلك تصدير في التجارة المتبادلة، وهذا النمو سجل في هذا العام بنسبة 17%. الأسواق الداخلية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي مضمون بشكل كامل بالحبوب واللحوم والألبان وغيرها من المنتجات. في العام الماضي قامت الدول الأعضاء في الاتحاد بتصدير عشرات الملايين طن من الحبوب وحوالي 590 ألف طن من السكر و100 ألف طن من الألبان، وأنا أشير إلى ذلك لأن الإمكانيات والفرص لتطوير التجارة مع دول إفريقية جيدة جدا. الأمر الثاني، هناك كل الأسس للاعتقاد بأنه لابد من تنمية التعاون الشامل. عندنا وثائق موقعة مع الاتحاد الأفريقي وكذلك مع الشرق وجنوب إفريقيا ومع المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الوسطى، ولكننا بحاجة إلى إجراءات وخطوات دقيقة. وفي المرحلة الأخيرة تتواجد الآن المباحثات حول تشكيل منطقة أو منطقة للتجارة الحرة، ففي 15 من أغسطس فإن هيئتنا ستجري الجولة السادسة من المباحثات في موسكو بهذا الشأن. لماذا ألفت النظر إلى هذه المشاريع؟ لأن الدول الأعضاء فيها تنظر إلى التعاون الشامل مع مصر على أنه بمثابة مفتاح نحو تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية. هناك بنية تحتية ملائمة، وهذا ما تم الإشارة إليه في أثناء الجلسة العامة وحول المنطقة الاقتصادية في إفريقيا.
وفي هذه الظروف نتمنى أن تعطي المنظمات الإقليمية الإفريقية إشارات إيجابية لرجال الأعمال فيها بتوثيق التعاون مع الاتحاد الأوراسي. ثالثا، في عام 2022 حجم التبادل التجاري لاتحادنا مع الدول الإفريقية تزايد بنسبة 3.5%، وهي نسبة غير كبيرة، وبنتيجة الإجراءات المتخذة لدينا نتائج تشير إلى نصف سنة أو أربعة أشهر، فالنمو سجل بنسبة 15%. إنه مؤشر جيد، ولابد من المضي قدما على هذا الطريق. أود أن أشكر الزملاء والشركاء من أفريقيا على هذا التعاون. وهناك اتجاه مهم آخر هو تحقيق المشترك للمشاريع. نعم، اليوم روسيا الاتحادية تقوم بإنشاء محطة ضبع الذرية في مصر، وكذلك تطوير حقول البوكسيت وغيره في غرب إفريقيا. في مصر تعمل شركة بيلاروسية مصرية مشتركة لإنتاج الشاحنات، وأعتقد بأن هناك مشروعا مهما وهو تحقيق البرنامج الزراعي المشترك بين بيلاروسيا وزيمبابوي. في العام الماضي أمكن تحقيق وجمع محصول قياسي من القمح، الأمر الذي يلبي الحاجات الداخلية لهذا البلد، وأمثلة إيجابية لتعاوننا نخطط لزيادتها. والشركات المنضمة إلى اتحادنا لها فرص لزيادة التوريدات من مختلف الآلات والشاحنات ومعدات حفر الآبار، وهذا ما أشار إليه زميلي الذي تحدث الآن. هناك فرص واسعة جدا. حتى الآن ما زالت وتائر النمو متواضعة، ولكن الحديث لا يدور عن التجارة فحسب، بل عن توطين الإنتاج وتدريب الخبراء وتحقيق برامج علمية، وكذلك بعض المشاريع الخاصة بالتصدير والاستيراد. يوجد باتحادنا كل الصلاحيات والاختصاصات المطلوبة، ولذلك فإن مثل هذا الموقف سيسمح بزيادة فعالية هذه المشاريع وإيجاد مزيد من فرص العمل، أي التركيز على الجانب الاجتماعي. ولكننا بحاجة إلى وجود آليات أكثر فعالية للتعاون في مجال وضع المشاريع. نقترح إنشاء أو تشكيل بعثة الأعمال برعاية الهيئة الأوراسية، اتحاد رجال الأعمال، تنظيم هذه البعثة إلى بلدان إفريقية والتوصل إلى وضع مشروع مشترك بعنوان التقنيات الأوراسية والمستقبل. نرجو من فخامة الرئيس أن يؤيد هذا الاقتراح. نحن على استعداد للعمل مع شركاء الآخرين من أجل مستقبل أفضل. شكرا جزيلا سيد مالينكوفيتش. أعتقد بأن مثل هذا العرض الواسع